أنا زينة أبو بكر من المطبخ الطرابلسي. كل أسبوع هخبركن عن منطقة بلبنان وشو أشهر أكلي فيها، واليوم حنختم جولتنا للضنية وحنروح على كفر حبو، وهي من القرى الأولى في الضنية وبوابتها ومن أجملها. بتتميز بقربها من المدينة وطيبة أهلها وكرمهم، مشان هيك معنى اسمها قرية المحبة والإحسان. تبعد عن طرابلس 12 كيلومتر. بلدة جميلة، طبيعتها خلابة، فيها هدوء يعم الأرجاء، تكثر فيها البساتين الممتلئة بأشجار الزيتون واللوزيات والحمضيات لقربها من الساحل، والآن تعتمد على الزراعة البديلة وعلى الري بالتنقيط نظرا لشح المياه فيها. وأيضا من أهم منتجاتها عسل النحل والخوخ الكفر حبوي المشهور، مين ما بيعرفه ومين مش دايقه. فيها كنيسة تعود لعام 1700 بحسب النقوش على حجارتها، بتتميز بمغاورها المحفورة بالصخور، وأيضا من أشهر معالمها جسر القنطرة ونبع القبو. أما أشهر أكلي فيها فهي البصلية. اليوم رح نحضر لكم أكلة وراثية شعبية متوارثينا يعني من ستاتنا ومن جداتنا جيل عن جيل. ضيعتنا كفر حبو بتشتهر بكتير بزراعة البندورة والفليفلة والخضار وشجر الجوز، فهيدي الأكلة من وحي المنطقة، وهي بتتضمن بندورة، فليفلة حلوة أو حرة حسب اللي بتحبوها، بصل يابس، حبق أخضر ونعنع أخضر وجوز. هي بالتراث الأصل تندق بأصعة، بأصعة خشب محفورة من السنديين بكمية، وبينضاف للبندورة وزيت الزيتون. لكن هالأصعة صار نادر وجودها، يعني ما قدرنا نحصل بقى على منها، فصرنا نستعيد عنا بمكنة أو بماشين يدوية، والأفضل هي يدوياً لأنه بالماشين بتمرمر وما بتعطي الطعم الطيبة. الأفضل تنضق يا أما بجاط يا أما بشي يدوي. بنحط لها منيح، يعني نوفر بزيت الزيتون دغري، وبعدين بنفرم البندورة.